السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. على مدار سنة 2019 اكيد عدى علينا موبايلات كتير كويسة جدا، لكن كل موبايل لما بتبدأ تستخدمه اكتر وتختبره اكتر وتقارنه موبايلات تانية ممكن تبدأ تكتشف كده مفاجآت. احيانا طبعا بتكون مفاجآت مش لطيفة، لكن احيانا برضو بتكون مفاجآت كويسة جدا، بيبقى كأنك بتكتشف قدرات جديدة للموبايل، خصوصا لما بتقارنه بموبايلات تانية في نفس الفئة او حتى في الفئة اللي اعلى منه. والموبايل عايز اكلمكم عليه النهاردة، اوريدي عملنا له فيديو انبوكسينج وكلمنا عليه، كانت انطباعات اولية وكانت ايجابية جدا، لكن الفترة اللي فاتت استخدمته بشكل مكثف اكتر، عملت عليه اختبارات اكتر وقارنته بموبايلات تانية المفروض ان هو ما يقارنش بيها اساسا، واكتشفت ان هو فيه مفاجآت بصراحة تستاهل احنا نتكلم عليها النهاردة. الموبايل ده اكيد هو اوبو رينو 2. اظن معظمكم عارف رينو 2، اكيد شفتوا مثلا فيديو الانبوكسنج او شفتوا له فيديوهات تانية على الانترنت، هو موجود في السوق بقاله فترة مش طويلة، وعشان كده عايز اكلمكم مباشرة على الحاجات اللي اكتشفتها بعد ما اختبرته فترة كافية الفترة اللي فاتت وبعد ما قارنته بموبايلات تانية. بس الاول قبل ما نتكلم على الحاجات دي، خلينا الاول ناخد لحظة كده عشان نابريشيت التصميم بتاع الموبايل ده، عشان في ظل المباريات اللي عمالة تظهر في اواخر 2019 وحتى التسريبات اللي بنشوفها ل 2020، الموبايل ده فعلا مختلف. في اخر كام شهر كده السنة دي، واتوقع جدا الموضوع مستمر معانا في 2020، موضة المربع او المستطيل بتاع الكاميرات الموجود في الزاوية واضح انها حاجة متفشية جدا، وبدأت ازهق منها من قبل ما تنتشر بشكل كبير. الاوبو رينو، الرينو 2 بيجي من غير اي بروز للكاميرات اساسا، الكاميرات موجودة في النص تحت الازاز نفسه، دي حاجة بصراحة مش موجودة على اي موبايل تاني اساسا، موجودة طبعا على الجيل الاول من ده، ولكن استمرت هنا واتضاف لها تحسينات كده في التصميم بشكل لطيف جدا. رينو 2 بالنسبه لي شخصيا، وقبل ما نوصل حتى للفيديو الاوسكار، اقدر اقول لكم من دلوقتي ان هو متصدر جدا قائمه احسن تصميم لاي موبايل في 2019. فعلا تصميم الظهر هنا مختلف جدا ومميز عن اي موبايل تاني. يعني هنا برغم ان في اربع كاميرات وفلاش، في اي موبايل تاني غالبا الكومبو ده هتلاقي له مربع كبير او مستطيل او اي حاجه بارزه كده بشكل قبيح، هنا كل حاجه موجوده تحت الازاز، كل حاجة سيمليس كده وشكلها سلس وانسيابي جدا. يعني حناء الازاز نفسه كمان جاي يعني بشكل لطيف جدا على الفريم من الجناب، فعلا موبايل شيك. طبعا اكيد عجبني جدا الخط الطويل اللي فيه اللوجو بتاع اوبو، اللي فعلا من زوايا معينة كده بتحس ان فيه LED كأنه بينور لون ازرق كده، لكن هو طبعا عن طريق انعكاسات الضوء وحاجات زي كده، شكله خطير جدا. المهم خلينا ما ننجرفش ورا التصميم، بس التصميم هنا فعلا مميز جدا. المهم خليني احكي لكم بقى على المفاجآت اللي انا اكتشفتها في الموبايل ده بعد ما استخدمته اكتر الفترة اللي فاتت واختبرته وقارنته مع موبايلات تانية. الحاجات دي معظمها او المفاجآت دي معظمها موجودة في الاربع كاميرات اللي هنا. مواصفات الكاميرات مش هي الحاجة الاساسية هنا، ولكن برضو خلينا نعدي عليهم في السريع عشان لو الحد لسه مش عارف. عندك كاميرا اساسية 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f1.7، عندك كاميرا تليفوتو او زوم 13 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.4، ومعها كمان كاميرا الترا وايد زاوية عريضة جدا 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f2.2. الكاميرا الصغيرة اللي تحت دي هي كاميرا ابيض واسود بلاك اند وايت 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f2.4. معظم كاميرات الموبايلات الجديدة حتى في الفئة المتوسطة شوية وما تحتها بتقدر تصور، تطلع لك صور كويسة جدا في الإضاءة العالية، في الإضاءة الكويسة في النهار، لكن الفروقات بقى بتبان لصالح الفلاج شيبس والموبايلات الغالية نسبيا في الإضاءة المنخفضة أو في النايت مود والدارك مود، وده بقى اللي أنا كنت بختبره الفترة اللي فاتت. كاميرات الرينو 2 ضد كاميرات مميزة جدا وعارفين إنها ممتازة في الإضاءة المنخفضة زي الآيفون 11 برو وزي النوت 10 بلس. كاميرات الرينو 2 يقدر يعمل ايه قصاد كاميرات زي دي؟ خليني اوريك. انا خدت الثلاث موبايلات وطلعت كده استكشف واجرب واصور كده في ظروف اضاءه مختلفه. خلينا نبدا مع اول صوره، وزي ما انتم شايفين اضاءه منخفضه جدا، الشادوز تقريبا مش باين منها حاجه، باين طبعا الانوار البعيده. خلينا نشوف كده نفس الصوره المتصوره في نفس الظروف دي من الايفون 11. زي ما انتم شايفين الفرق يعني مش كبير، برده الشادوز مظلمه جدا، مفيش تفاصيل كتير في المنطقه السفليه من الصوره. طيب الايفون طبعا في النايت مود، والاوبو رينو 2 في حاجه اسمها الترا دارك مود. خلينا نشغل الاثنين كده مع بعض ونشوف ايه الفرق بين الاثنين. زي ما شفتوا طبعا حصل فرق كبير جدا في الصوره، دلوقتي بانت شويه تفاصيل في الجزء السفلي من الصوره، في تفاصيل كتير في الظل، بانت النجيله والانوار المنعكسه على الارضيه وما الى ذلك، لكن الملاحظ اكيد هنا ان صوره الرينو 2 تعتبر مش بعيده ابدا عن الصوره اللي طالعه من الايفون 11 ماكس. انا يعني يمكن اقول كمان عليها احسن في الجزء السفلي اللي باينه تفاصيل اكتر في النجيله والمنطقه اللي فيها ظل جامد ناحيه الشمال تحت. ناخد صوره ثانيه، رينو 2 برده مع ايفون 11، زي ما شايفين الاضاءه مظلمه جدا، المنطقه اللي فيها الشجر والشادوز مش باين فيها حاجه. بس خلينا نشغل النايت مود في الايفون والالترا دارك مود في الرينو 2
ونشوف الفرق. ولانه فجأة برضو رينو 2 عامل شغل ممتاز جدا بصراحة، وبرضو شايف ان الصورة ممكن تكون احسن شوية من صورة الايفون في المنطقة اللي فيها الشجرة الكبيرة، واضح تفاصيل اكتر في اللون الاخضر وفي ورق الشجر نفسه عن الصورة بتاعت الايفون. الموضوع ده مش صدفة، الموضوع ده اتكرر كذا مرة طبعا بدرجات مختلفة. خلينا دلوقتي ناخد صورة مقارنة مع النوت 10 بلس من غير نايت مود. الموبايلين عاملين شغل كويس، اول النوت شكله منور اكتر يعني في اضاءة اكتر كده في الظل، بس خلينا نشغل النايت مود والدارك مود في الاوبو ونشوف الفرق. في رأيي دلوقتي اتعكس الموضوع لصالح الرينو، غير انها في تفاصيل اكتر في الظل يبدو كده في المنطقة اللي فيها النخل، لكن برضو الوايت بالانس شكله منطقي اكتر. الصورة بتاعت النوت تحسها مسفرة زيادة عن الواقع، صورة الرينو شكلها في رأيي تعتبر ألطف. صورة كمان مع النوت 10 بلس زي ما شايفين برضو زي الصورة اللي فاتت قبل النايت مود، صورة النوت تعتبر منورة أكتر من صورة الرينو شكلها ألطف، لكن لما تشغل النايت مود تحس الصورة برضو في الرينو بقى شكلها أحسن، حاسس الشادوز كده شكلها سوفت وطبيعية أكتر عن الصورة بتاعت النوت اللي قافلة الشادو الزيادة. والموضوع زي ما قلت لكم كونسيستنت، الالترا دارك مود هنا مع رينو 2 فعليا بيشتغل كويس جدا، ان هو يحول لك صور مظلمة او صور مش مستخدمة لصور بتنفع جدا مع اداء يقارن جدا بموبايلات زي النوت وزي الايفون. عايز افكركم انهم سعرهم يعتبر مثلا دبل سعر رينو 2. بس سيبك من شكل الصور، اكتر حاجة عجباني فعليا في الالترا دارك مود بتاع رينو 2 هو السرعة. الحاجات اللي ممكن تخليني اكسر استخدم النايت مود في اي موبايل ان هو بيطول، لازم تفضل مثبت ايدك 3 4 5 ثواني على ما الصورة تتسجل وبعد كده تتسيف، في وقت كده في بروسس طويلة. في النوت البروسس فعليا طويلة جدا، الموضوع بيطول. في الايفون الموضوع احسن شوية، في رينو 2 الموضوع سريع جدا. ده اسرع موبايل بياخد الترا دارك مود جربته لحد دلوقتي، فعليا بيعمل يعني تتتك كده صوص سريع وتلاقي الصورة خلصت سيفت، يعني مش هطول كتير خلص من الصورة التقليدية. فدي اكيد ميزة ممتازة بتحس بيها فعليا مع الاستخدام الحقيقي للموبايل. بس خلينا نسيب دلوقتي جانب الصور ونحاول دلوقتي على جانب الفيديو، عشان برضو في حاجات مميزة هنا. رينو 2 بيجي مع نظام تثبيت اسمه ألترا ستيدي فيديو. رينو 2 بيستخدم مانع اهتزاز بصري مع مانع اهتزاز الكتروني عشان يديك احسن نتيجة للتثبيت في الفيديو. فعليا النتيجة كويسة جدا، الفيديو طالع ستيدي جدا، الفيديو طالع ستيبل، مفيش اي هزات قوية بتلاحظها وانت ماشي حتى او بتتحرك بسرعة كبيرة او الارض حتى مش منتظمة تحتيك. فعلا الفيديو هنا ستيبل جدا وشكله ممتاز. حتى على فكرة كمان في الحالات الاكستريم، لو انت ماسك الموبايل مثلا وبتجري بسرعة جدا وكل حاجة بتتهز وبتتنطط، لما تقارن الفيديو طالع من رينو 2 مع الفيديو طالع من الايفون 11 هتلاقي الفرق مش كبير. طبعا في اهتزازات واضحة في الاثنين اساسا، لكن يعتبروا مقارنين جدا ببعضهم. مع معظم الموبايلات الجديدة بتلاقي برضو مع الفيديو شوية افكتات كده او حركات تقدر تعملها، طبعا بتلاقي موجوده هنا في رينو 2 لكن هنا بتشتغل كويس جدا، زي مثلا البوكا افكت مع الفيديو. الموبايل تقدر تعمل الاوبشن ده مع الكاميرا الخلفيه او مع الكاميرا الاماميه، وبصراحه بيشتغل كويس جدا، شكله مقنع، شكله فعليا زغلله الخلفيه شكلها منطقي والعزل شكله مظبوط من غير ما تلاقي جليتشات كده حواليك وانت بتتحرك، شكله كويس جدا. في اوبشن تاني كمان شفناه في موبايلات تانية قبل كده اسمه ساوند فوكس، اللي هو لو انت مثلا بتصور فيديو وعملت زوم على حاجه بتطلع صوت، هتلاقي ان الصوت بيعلى كل ما بتعمل زوم وتلاقي الخلفية صوتها بيقل شوية. الموضوع بيشتغل كويس جدا برضو في الرينو عن طريق مايكروفون مخصوص بيلغي صوت الهواء وصوت الحاجات اللي حوالين الحاجة اللي انت عايز تركز عليها، والنتيجة فعليا مقنعة برضو. فزي ما شفتوا اداء الفيديو مع الحركات اللي تقدر تعملها هنا لطيفه جدا. بس خلينا نرجع تاني برضو لجانب الصور، عشان في حاجه تانية برضو لقيتها بتشتغل بشكل كويس جدا مفاجئ بصراحه، وهي كاميرا الزوم. كاميرا الزوم هنا بتديك تيبيكال او العادي بتاعها 2x، لكن تقدر توصلها لحد 5x هايبريد زوم. بس هنا الموضوع فعلا مش كلام فاضي، لما تحول من الكاميرا الاساسيه ل2x بتحس فعليا ان الصوره ما زالت شارب جدا، انت بتاخد اوبتيكال زوم حقيقي شكله كويس جدا. لكن حاول كمان على 5x هتلاقي الصوره ما زالت شارب جدا، شوف فيها كل التفاصيل الصغيره اللي انت عايزها وكانها ما زالت اوبتيكال. حتى ما تقارنها حتى من الصور اللي طالعه من الايفون، لو حولته على 5x هتلاقي الصوره طالعه من رينو شكلها شارب اكتر وفيها نويز اقل. دي حاجه انا لاحظتها وفعليا عجبتني جدا. من كل الاختبارات اللي عملتها مع الكاميرات الخلفيه هنا اتضح لي جدا ان الموبايل ده كاميرته تعتبر كاميرات فلاج شيب محترم، زي ما شفتوا بتقارن جدا مع الايفون او مع النوت، ومعظم الاختبارات طلعت نتائج فعليا ممتازه. بس حتى كمان كاميرا السيلفي هنا مش سيئه ابدا، كاميرا السيلفي هنا 16 ميجا بكسل بفتحه حادثه f2.0، والسيلفيز اللي بتطلع من هنا شارب جدا، فعليا مليانه تفاصيل تقدر تعمل فيها كروب زي ما انت عايز.
احيانا بتلاقي الهايلايتس ضربت شوية لو السماء فيها اضاءة عالية حواليك، ولكن بشكل عام التركيز عليك انت في الصورة بيطلع ممتاز. طبعا ده رينو، فالكاميرا الامامية هنا موجودة في سلايدر الشارك فين، سمكة القرش اللي بقى مشهور جدا دلوقتي على اوبو، وبرضه زي قبل كده الموبايل حاسس ان هو بيقع منك السلايدر بيقفل مباشرة. ميزة لطيفة هنا كمان في موضوع السلايدر، غير طبعا ان هو بيديك الشاشة الفول ديسبلاي من غير نوتش، لكن كمان هنا في فيل لايت، في اضاءة تقدر تشغلها مع الكاميرا الامامية عشان تديك فرق كبير بصراحة في السيلفيز في الاضاءة المنخفضة. انا استخدمت رينو 1 ورينو 60 اكس ورينو 2، ما بنيش اي مشكلة لحد دلوقتي في السلايدر. المفروض ان هو مصمم يستحمل 200 الف مرة تشغيل، فلو انت مثلا استخدمه 20 مرة في اليوم المفروض يقعد معاك اكتر من 25 سنة استخدام، فما فيش اي قلق في موضوع الموتور بتاع السلايدر هنا، لحد دلوقتي ما بنيش معاه اي مشكلة. فبس دي كده كانت حاجات اكتشفتها ومفاجآت لطيفة لقيتها في رينو 2 وحبيت اكلمكم عنها، وزي ما شفتوا تعتبر مفاجآت فعليا لطيفة جدا. اذا بتحب الكاميرات بتحب التصوير الموبايل ده فعليا هيوفر لك تجربة ممتازة. بس لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش لايك عنيف، تنسوش تشتركوا في القناة وتشغلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم كل فيديوهات جديدة اول باول. ياريت كمان تتابعوني على انستجرام فيسبوك تويتر، رابط تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.